أهلا أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة ثانية في هذه الحلقة معي دكتور عماد إشحادة، مدير كلية اللاهوت بالأردن، وحديثنا طبعا عن الثالوث، حتمية الثالوث، هل يؤمن المسيحيون بإله واحد أم ثلاثة، وشرح عن الفرق بين الوحدانية المطلقة وبين الوحدانية الجامعة المانعة. وقبل ما أوجه السؤال مرة تانية، دكتور عماد له مؤلفات كثير حول هذا الموضوع، فيك يعني تطلب هذا الكتاب، وفي كتب يمكن كمان شهرين بيطلعوا على نفس المواضيع من دار المنهل، ممكن تطلبها. وعلى فكرة هو كمان عامل دراسات حول هذا الموضوع عن حتمية الثالوث، فيك تفوت على يعني تحط حتمية الثالوث وتفوت على اليوتيوب وتشوف هذه الموضوعات. أنا بعتذر دكتور عماد، أنت متخصص في هالموضوع، وهنا بتتكلم عن يعني العهد القديم والعهد الجديد والمجامع الكنسية والإشكالات و و و و وبنحاول تعطينا فقط بهالحلقة المذاق.